للأسف تصرفات وسلوكيات بعض المواطنين ساهمت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. مطروح شبيد قاوا معنا. السبب الرئيسي هو التجمعات بدون وقاية. أول حاجة الكمامة تكون دائما نازلة، مش ما يخطوش احتياطاتهم. تجمعات في البريد، في المواصلات، تكدس الناس في المواصلات بدون احترام التباعد. طبعا كورونا هذه زادت بس التجمعات ما يديروش بافات هكذا، وهذا وش نتيجة زيادة الكورونا. الأسباب الرئيسية اللي خلات وباء كورونا يرتفع هو عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة، وأنا عن نفسي أراه بسبب الرئيسي ويحتل الريادة. لماذا؟ لو يلتزم الجميع لتراجع الرقم، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، فمواطنين اعتادوا أن الطوابير هذه في لأسباب أو لأخرى، يعني أسباب مقنعة وأسباب غير مقنعة. أضف إلى ذلك أماكن العمومية لتجمع الناس، مثلا الأسواق والمحلات والفاست فود إلى آخره. البولونجي ثاني أنا نشوف فيهم بزاف، ثاني العشان القهاوي تاني تيكون لي زاري كيما راك تشوف لي زاري، تاني لي بيس تاني ما يديروش الاحتياط تاعهم. نورمالمون لي بيس يعمر قيس القعد داروا لهم التاويل. نورمالمون حنا نستحفظوا على رواحتينا، ماشي غير يقولوا لنا الناس تحفظوا على رواحتكم. زعما شبايب باش زادت كورونا، حاجه الاولى الاهمال، غياب الوعي. احنا من شعب ماشي واعي خويا، بدا مني وراه تما، ماشي كي نقول احنا شعب ماشي واعي، نستهزاو بزاف. دوك باغ اكزومبل قالك ما تسلموش ما تعانقوش، ولينا خمسه سبيسي يعني هذيك تاع هكا ايوا هكا واحد هكا. هذيك صرات لي انا شحال من خطره تصرا لي نكون رافد قبلي، وليت ما نيفيتي قهوه، كي نشري انا في الطاكسي نهبط الخدمه ديال تشري انت يا قهوه، يجوز كاين اللي ما يعرفكش ميم با يقول لك خويا ولا يا خو اعطيني اعطيني كوبا. هي ديجا نورمون بلا كورونا قبلي تاع القهوه ما يشرب منه واحد ماشي زوج، زيد كوبي لي في قارو دخان في كل حاجه تما. هذا المرض حنا رانا نشجعوا فيه، والله غير رانا نشجعوا فيه اكثر من ليك في ناسيونال خويا، والله يشافي جميع واحد مريض والله يرحم الموتى.